بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احتفلت ثانوية صلاح الدين الأيوبي بأسفي باليوم العالمي للغة العربية من خلال نشاط قرائي جماعي داخل الساحة، ساهم فيه كل من الأساتذة والتلاميذ. وبهذه المناسبة نقدم شكرنا الجزيل لبناتنا وأبنائنا التلاميذ الجدد منهم والقدماء ممثلين في شخص السي محمد خربوش، ونجدد شكرنا كذلك للسادة والسيدات الأساتذة على حسن صنيعهم في هذه المناسبة. كما لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. وبالمناسبة فالمؤسسة تنظم أيام احتفالية، 3 أيام احتفالا باللغة العربية. بدأناها بصبيحة أدبية وفنية يوم السبت، واليوم ثلاثاء بوقفة أو نشاط قرائي جماعي تحفيزا على القراءة، وغدا إن شاء الله نختتمها بندوة في حول اللغة العربية. وشكرا جزيلا لكم. كان معكم ناظر الدروس بثانوية صلاح الدين الأيوبي أستاذ إبراهيم الصافي.